معايا ريت ساعتين ساعتين ونص يا عم. اجى اتصال لاحد الجيران بإخلاء البيت دار خليفة والأحياء والسكان والدور اللي محيطة بها أخله، وساعة الإخلاء تعت فرجته وشوف كيف الأهالي صار فيهم الرعب والخوف اللي طب عليهم، وقعدوا أخله وقفوا الشوارع بيجي أكثر من ثلاث أربع ساعات، أكثر من ثلاث أربع ساعات هم بالشمس بالحرب يستنوا ضرب الدار. لما ضربوها الدار ليش ضربوا الدار؟ ما نعرفش. المنطقة هذه معروفة من ال 95 من قبل ما تيجي السلطة من أيام الاحتلال، وهي آمنة مطمئنة ما فيش منه فيها أي نشاط، وسكانها كل بجرى لهم بتعيشوا، اللي نجار واللي سباك واللي حداد واللي خياط واللي صاحب مطعم، هذا هو الحي وهي صفاته.